أفنان موسى، عمري 25 سنة. أنا أخصائية علاج بالفنون وخزافة ونحاتة من 6 سنوات تقريباً. العلاج بالفن هو نوع من أنواع العلاج النفسي، يتم دمج فيه الفن بأنواعه بتقنيات مختلفة لحتى نسخر العملية العلاجية ونقدمها على أكمل وجه. فمثلاً بيجي عندي مثلاً الشخص حاب يتعلم حرفة معينة، فأنا بدمج تقنيات العلاج بتعليم هاي الحرفة. ومن جديد افتتحت أفنين استوديو. أفنين استوديو هو عندما يكون للفن رسالة، وأنا بصراحة هاد كان هدفي إنه يكون للفن رسالة وقضية معينة يناقشها. عشان هيك لقيت إنه لازم أنا أدمج تقنيات العلاج بالفن بالاستوديو وأوفرها كخدمات وورشات علاجية. إحنا بنقدم خدمات كتيرة، من أهمها اللي هي الخدمات يلي بيقدر فيها الشخص يتعلم حرفة معينة أو فن معين. بالنسبة للفنون اللي بقدمها فهي متنوعة، من الخزف والنحت والتشكيل، بالإضافة إلى تشكيل الطين على الدولاب الكهربائي، وبالإضافة إلى العديد من أنواع الصلصال التي يتم تشكيلها ودمجها في ورشات حرفية. فكرة الاستوديو هي فكرة جديدة من نوعها بالأردن، وكنت حابة أكون أول من يوفرها، خصوصاً بالنسبة للورشات الفنية لذوي الاحتياجات الخاصة، فإحنا بنقدمها عنا بالاستوديو. بالإضافة إلى أن الحمد لله عليه إقبال كتير واسع، ولغاية الآن افتتحنا جديد، ولكن لغاية الآن صار عندي 40 طالب. بطمح خلال السنوات القادمة إن شاء الله يكون في أفرع أكتر لأفنين استوديو، مش بس بالأردن، حول العالم.